بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثاني الإعدادي، النهاردة إن شاء الله نتناول درس المعرب والمبني من الأفعال. وطبعا الأفعال من حيث الزمن بتنقسم إلى ثلاثة أقسام، تعالوا مع بعض كده نجيبهم. الفعل أو الأفعال من حيث الزمن بتنقسم إلى ماض و مضارع وأمر. طيب الفعل الماضي طبعا خدنا الإعراب والبناء المرتبط، عرفنا المعرب بتتغير على آخره العلامة العربية بتغير موقعها الإعرابي والمبني تثبت عليه. الفعل الماضي دوت مبني دائما، ثبت معايا كده، عندك الفعل الماضي مبني دائما، الأمر مبني دائما. طيب المضارع له حالتان، إما أن يكون معربا وإما أن يكون مبنيا. طيب هنبدأ نتناول الفعل الماضي. الكلام واضح دلوقتي، الماضي مبني، الأمر مبني، المضارع له حالتين. طيب هنا الماضي بيبنى على ثلاث حاجات: الفتح، السكون، والضم. كويس أوي. طيب المضارع معرب، يعني اما هتلاقيه يا مرفوع يا منصوب يا مجزوم. ماشي. طب هيبقى مبني حالتين، يا اما يبنى على الفتح يا اما يبنى على السكون. طب الامر هيبنى على اربع حاجات، عندك السكون، حذف حرف العله، وبعد كده الفتح، بعد كده حذف النون. نبدا بالفعل الماضي. الفعل الماضي هنقسمه بقى خلاص، بينهو على الفتح، بينهو على السكون، بينهو على الضم. نبدا بالفتح. امتى يبنى عندي الفعل ضرب مثلا؟ امتى يبنى على الفتح؟ ده فعل ماضي اهو، انتهى وقت حدوثه. بيقول لك في اربع حالات. أولاً بقول ضرب، فهنا بني على الفتح ولم يتصل به شيء، يبقى إذا لم يتصل به شيء. تاني حاجة، لو أنا قلت البنت ضربت، علامة البناء اتصلت على آخر حرف في الفعل، فهنا اتصلت تاء التأنيث بالفعل فبني على الفتح، يبقى إذا اتصل بإيه؟ بتاء التأنيث. طيب الحالة الثالثة، إذا قلت الولدان لعب، اتصلت به مين؟ ألف الاثنين، يبقى الحالة الثالثة ألف الاثنين. طيب بعد كده نا المفعولين، لما أقول لك مثلا عاقبنا المعلمون، فهنا اتصلت نا المفعولين اللي هي بتيجي مكان المفعول به بالفعل الماضي فيبنى على الفتح، يبقى نا المفعول. ممكن نزود ايه كمان يا مستر؟ ممكن اقول لك كمان ضمائر النصب المتصله، اللي لو قلت ضربك، ضربه، ضربني، برضه تبنى على الفتح. يبقى الماضي يبنى على الفتح امتى يا مستر؟ اذا لم يتصل به شيء، تاء التأنيث، الف الاثنين، ناء المفعولين. طيب نروح للسكون. الف يبنى في ثلاث حالات على السكون، برضه هنا اول حاجه اذا اتصلت به تاء الفاعل، يعني تقول ايه؟ اكلتو، ادي تاء الفعل بتاعتنا هي، وقفت على اخر حرف في الفعل فسكنت، بني على السكون ليه؟ اتصلت تاء الفعل. وهنا بتنتهز دي فرصه ونفرق من تاء التانيث وتاء الفعل، دي بيسموها التاء المتحركه عشان ممكن تتحرك بضم او فتحه او ايه او كسر. اقول مثلا هل انا ساعدت زميلي، اقول للتاني هل ساعدت زميلك، هل ساعدت زميلك، فهنا بيسموها التاء المتحركه، ودي ضمير يا جماعه. تمام؟ ضمير متحرك. اما تاء التأنيث فدي حرف ساكن، حرف ايه؟ ساكن. طيب، تاني حاجة إذا اتصلت به نون النسوة. زي ما أقول مثلا البنات ذاكرن. دي اسمها نون النسوة، بتدل على ايه؟ على نسوة، عشان احنا اتكلمنا عن البنات، فهنا يبقى الفعل على السكون. تاني حاجة نون
النسبه. طيب رقم 3 ناء الفاعلين، لما اقول لك ايه؟ لما اقول لك اكلنا الطعام، هنا جت مكان الفعل فبسميها ناء الفاعلين فتبنى على السكون. وبرضه هنا بنفرق بين ناء الفاعلين وناء المفعولين، هنا دي بتيجي مكان المفعول به والماضي لما اتصل به يبنى على الفتح، هنا دي بتيجي مكان الفاعل والماضي يبنى على السكون اذا اتصل بها. طيب نروح على الضم، الضم حاله واحده اذا اتصلت به واو ماضي زي الواو الجماعه، يعني لما نقول مثلا قالوا شربوا هتلاقي عندك الفعل هنا مبني على اخر حرف على الضم، هو على اخر حرف على الضم. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الفعل الماضي، بنقول ايه في الفعل الماضي في الامثله بقى؟ طلع لي الفعل الماضي هنا في الامثله اهو، حقق المجتهد نجاحا، ادي الفعل الماضي يا مستر، الفعل ده معرفه انا مبني، هتقول لي مبني، مبني على ايه؟ قطع اخر حرف، حقق، مبني على الفتح ليه؟ عشان لما اتصل بيه شيء. هنا نال مبني على ايه؟ على فتح الاتصال التاء التانيث. كرم نا مبني على ايه؟ على فتح الاتصال من المفعولين. تنافس مبني على فتح الاتصال الالف الاثنين. طيب السكون انت يا مستر، قرات او اتصل بتاء الفعل مبني على السكون، اتصل بناء الفاعلين اللي هي هنا في محل رفع اسمها اصبح، اصبحنا، تمام؟ عشان الناس تبقى كتير. طيب يبقى هنا مبني على السكون، نون النسوه قدامها هي مبني على السكون. طيب لاعبوا هنا الماضي مبني على الضم لاتصاله ايه؟ لاتصاله بواو الجماعه. نروح بعد كده للفعل المضارع. وقلنا المضارع له حالتان، اما ان يكون معربا او ان يكون مبنيا. طيب المعرب خدناها قبل كده، المضارع بيحصل له ايه؟ له ثلاث اشكال، رفع نصب وجزم. نصب لو جه بعد اداه نصب، جزم لو جه بعد اداه جزم، رفع اذا لم يتصل به شيء، او يعني مش يتصل به شيء، يصبح بناصب او جازم. تعرف من المناصب عندك ان، لن، كان، حتى، لن تعليل، وال، ولما تكبر تاخد البهية فالسببيه من الوحود واو والمعين. طيب هنا المضارع هقول عليه منصوب زي ايه مثلا؟ يجب ان تذاكر، منصوب على حرف فيه فتح معرب. طيب الاولاد لن يحضروا، منصوب على حرف فيه حسب كل اللي هو الافعال الخمسه. طيب ذاكر لتنجح جاي بعد لام التعليم، يبقى منصوب على حرف فيه فتح الجسم، أداة الجزم عندي إيه؟ لم هي، لام الأمر، ولم، ولما، دي المعرفة. طيب، يعني لما أقول لك لا تهمل، يبقى ده فعل ضارع مجزوم بعد جزم السكون، تمام؟ لتسعى في الخير، هتقول لي ده ضارع مجزوم بعد لام الأمر عامل جزم حسب حرف الجزم. اللاعبون لم يتدربوا، مجزوم على جزم حسب حرف العلة، لأنهم من الأفعال الخمسة. طيب تربدت السماء بالغيوم، تربدت السماء بالغيوم، ولما تمطر، يبقى هنا مجزوم علامه جزميه برضه ايه؟ السكون. بنديها فرصه بنفرق بين لام التعليم ولام الامر. لام التعليم مثلا عامله لماذا؟ لما اقول لك لماذا تذاكر هتقول ايه؟ انجح. بتبين سبب اللي بعدها نتيجه لما قبلها، انما هنا بستخدمها للامر، دي بتنصب المضارع بتجزم المضارع. برضه لما هي في فرق بينه وبين لا النافية. لما أقول لك الولد لا يكذب ولا تكذب، تمام؟ طيب دي نهاية، عرفت منين؟ نهيته عن فعل شيء قبيح، بقول له لا تكذب فبتكذب المضارع. دي نافية، المضارع بعدها مرفوع علامة رفعية ضمة لأنها ضعيفة، تنفي كسر الفعل، نفيت إن الولد إيه؟ كذب. طيب المضارع بقى العادي بتاعنا، لما أقول لك مثلا اللاعبون يتنافسون، هتقول لي ده مضارع مرفوع من طرفين في الوجود ده مبني حوالي خمسه، يذاكر المجد، هتقول لي مضارع مرفوع من طرفيه الايه؟ الضمه الظاهره، كده المضارع معرف. طب امتى يا مستر بقول ان المضارع مبني؟ قال لك في حالتين، اذا اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح، وإذا اتصلت به نون
النسوة يبنى على السكون. نون التوكيد لها شكلين يا جماعة، نون على شدة وفتحة ونون ساكنة. اللي على شدة وفتحة بيسموها الثقيلة، نون التوكيد الثقيلة، ودي بيسموها إيه؟ الخفيفة. والاثنين بيخلوا المضارع مبني على الفتح. لما أقول لك والله لأدافع عن وطني، يبقى هنا المضارع مبني على الفتح بيصير نون التوكيد الثقيلة. طب لما أقول لك إيه؟ لتعملن، لما اقول لك مثلا نفس المثال لاعملن بجي، هنا مبني على الفتحه برضه الاتصال بالتوكيد الخفيف. طيب نون النسبه لما اقول لك الطالبات يجتمعن، هنا مبني على السكون على اخر حرف فعل الاتصال بمين؟ بنون النسبه. تمام؟ مضارع يبنى على الفتح الاتصال بنون التوكيد السكون اذا اتصلت بنون النسوه. والفرق بين نون التوكيد ونون النسوه، نون النسوه عليها فتحه تدل على نسوه، اما نون التوكيد الخفيفه مبنيه عليها سكون مستقيل عليها شذة. طيب نروح للامثله بتاعتنا بسرعه. عندنا الفعل المضارع، لما ركز هنا المعرب قدامي هو مخلصه، ده مضارع مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره. لن نخونا مضارع منصوب على التثبيت فتح الظاهره. لا تؤجل مضارع منصوب بعد لن يعرف تزميل السكون لانه صحيح الايه؟ الاخر. قلت تعلم اعرب ليه؟ لان العلامه العربيه بتتغير على اخره مع تغير موقعها الاعراب. طب ننزل تحت هنا لما اقول الفتيات تساعدنا امهاتهن. طيب هنا بني على السكون الاتصال بنون النسوه، وهنا بني على الفتح الاتصال بنون التركيب. يتبقى لنا الفعل ايه يا جماعه؟ الفعل الام. وانا قلت لكم في البدايه معرب ولا مبني؟ ها؟ انت قلت لي مبني يا مستر. يبنى على ايه؟ عندك اربع حالات، يبنى على السكون، يبنى على الفتح، يبنى على حذف حرف العله، ويبنى على حذف النون. امتى يا مستر بنقول مبني على السكون؟ في حالتين، اذا كان صحيح الاخر زي ما اقول لك اكتب العب اشرب، او اذا اتصلت به نون النسوه اقول لهم يا بنات اجتهدن. فهنا امر اهو اتصل به نون النسوه يبنى على السكون. امتى بقول الامر مبني على الفتح اذا اتصلت به نون التوكيد؟ لما اقول لك لتعملن، لتعملن نعم، هنا مبني على فتح الاتصال بنون التوكيد. امتى بقول حذف حرف العله؟ اذا كان معتل في الاخر، لما اقول لك اقضي بالحق، اسعى في الخير، ادعو، ادعو للناس، فهنا مبني على حذف حرف العله في الثلاث حالات في الاتصالي لانه معتل الايه؟ الاخر. حذف النون اذا اتصلت به ثلاث حاجات، الف اثنين واو الجماعة ونون تلميذ، لا يا المخاطبة. لما أقول لك اجتمع يبقى ده فعل أمر مبني على حذف النون الاتصالية بمين؟ بألف الاثنين. اجتمعوا يبقى ده فعل أمر مبني على حذف النون الاتصالية بواو الجماعة. اجتهدي مبني على أمر مبني على حذف النون الاتصالية بمين؟ بياء المخاطبة. نرجع بسرعة للأمثلة بتاعتنا، ركز معايا. طيب هذا الامر هو اجتهد بني على السكون في هذه الحاله الاتصاليه مين؟ صحيح الاخر. هنا بني على السكون الاتصاليه بنون النسوه. اكتبن مبني على الفتح الاتصال بنون التوكيد. اسعى مبني على حسب حرف العله لانه معتدل. اخلصا احترموه اسماعيل هنا مبني على حسب النون الاتصاليه بواو الجماعه بالف التسليم بياء المخاطبه. القاعده بتاعتنا بسرعه كده مع بعض، الماضي مبني دائما يبنى على الفتح في الحالات دي لما يتصل به الضمير اتصلت به تاء التأنيث الف التسليم لا المفعولين. يبنى على السكون اذا اتصل باخره تاء الفاعل نون النسوه لا الفاعلين. تمام؟ زي ما قلنا بتيجي ايه؟ في مواقع عربيه كتير. طيب يبنى على الضمه امتى؟ الماضي اذا اتصلت باخره واو الجماعه. بعد كده رحنا للمضارع، قلنا ان هو معرف حد معرض الا في حالتين، اذا اتصلت به نون النسوه يبنى على السكون، اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح. طب الامر يا مستر يبنى على اربع حاجات، على الفتح اذا كان اتصلت باخره نون التوكيد، يبنى على السكون اذا اتصلت
اذا كان صحيح الاخر او اتصلت به النسوه يمنع حذف حرف العله زي ما قلنا الاخر، وعلى حسب النون اذا اتصلت به واحد من دول الف الاثنين ياء المخاطبه وهو الجماعه وحسب بها ناخذ تحويل الفعل من بعض المبني والعكس. نشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.